السلام عليكم أخواني وأخواتي. اليوم إن شاء الله راح نرسم كلب. كيف ترسمي كلب؟ حتبدأي تعملي أو كيف ترسمي كلب؟ في البداية راح تعملوا دائرة كبيرة تقريبا كده. فوق الدائرة دي حتعملوا دائرة تانية متماسة مع الدائرة دي. صاروا دائرتين. حتيجي هنا حتعملي دائرة ثالثة، يعني مو بعيد كتير. أنا بعدتها كتير. تكون أصغر شوية الدائرة الثانية، بعدين تيجي تعملي يعني شيء شبه الدائرة بس مش دائرة. تحت الدائرة دي تقريبا يعني تحاولي توازي كده في النص، هتعملي دائرة هنا واحدة أصغر قريبة منها. خليني نعملها أوضح عشان هنيجي نعمل نيجي كده نحاول نتوازن كده في النص. هنعمل واحد اثنين دائرة ثلاثة أربعة، بعدين نيجي هنا نتوازن شوية كده بالزاوية هنا كده. هنعمل دائرة اثنين شايفين الشكل كده قدامنا. الخطوة الثانية، طبعا انت تبي تعملي كلب، هتيجوا من هنا شوف لنا مرسوم اخف شوية لان احنا هنضطر نمسح كل الاشياء دي في النهاية. وتيجي هنا توصلي الجزء ده بالجزء ده، ونيجي هنا مثلا فاكرين الأربع دوائر اللي عملناهم؟ هذه الدائرة توصليها بدي، ودي الدائرة توصليها بدي، ودي الدائرة توصليها بدي، ودي توصليها بدي. خطوة خطوة هنيجي هنا. كان عندي الدائرتين دول وصلتهم ببعض، اجي اعمل يعني اتخيل قدامي بشكل الفخذ، بوصل الدائرة دي بدي وتخيل خيال فخذ هنا بدائرة وأوصل دي كده. حلوين. أما في الناحية دي في المقدمة هنا راح أحاول أعمل وأنزل منها على طول اتجاه عندي كده. ماشيين حلو.
فاكرين ده؟ نجي هنا. بمشي معاكم خطوة خطوة. إن شاء الله يكون الشكل بدأ يظهر شوية، يعني مش كتير قوي. هنيجي هنا بعد ما حاولنا نحدد شكل للرقبة شوية، هاجي أقول زي ما عملنا هنا مثلث، هنطلع بمثلث تاني في الاتجاه ده، واحد في الاتجاه ده. يعني نحاول ان احنا ايه نوصل طبعا احنا الدوائر بنعملها بيز، بعد كده نبدأ نغير في الشكل زي ما احنا نبغى. نيجي هنا نبدأ نحاول نشكل الخشم للكلب. يعني نخلي يعني الزوايا ما تكون حادة. بس نبدأ نمسح الزوايا من جوا. بعد ما مسحنا الزاوية من جوا نبدأ نحاول نشكل القدم. Thank you.
طبعا سامحوني عشان كالعادة برسم بإيد واحدة. نحاول نخلي الشكل يعني شوية سموث زي ما بيقولوا. في الحالة دي احنا هنتخلص من الدائرة. تعرفوا سامحوني عشاني بشتغل بإيد واحدة، فلما انا بقى عاوزه اغير الادوات اللي في يدي بتعب. نيجي عند القدم الثانية، خلاص احنا بنمسح الدائرة وننزل مرة تانية على الفخذ.
نروح هنا للمناخير، نبدأ نحاول إيش نشكلها عشان نتخلص من الخطوط اللي ما لها داعي. كل الخطوط هذه كانت هتساعدكم في البداية إنكم تقدروا توصلوا للشكل النهائي للكلب. طبعا إحنا هذه الأشياء كلها ما بنحتاجها، إحنا كنا بنرسم دي عشان نوصل لهذا للخد، لهذه كده حركة الخد. فتيجي دحين خلاص ما تحتاج الخطين دول، خلاص أنت وصلتي منهم أو وصلتوا منهم لشكل الخد النهائي للكلب مثلا. فإحنا هنحتاج إيه مثلا؟ هنحتاج نضلل المنطقة هذه اللي في النص تضليلة أخف من المناخير شوية، عشان إيه؟ عشان تقدري تحددي الخد، منطقة الخد. تيجي تحتها هنا تمسحي الخط الثاني، أو تمسحوا الخط الثاني، تمسحوا الخط الثاني، أصبحت عندنا هذه المنطقة مثلا ضللناها كده. وهذه المنطقة تركتيها فاتحة، تنزلي كده، وهنا حددنا طبعا ودن خلاص. هنا تنزلي سموت، بس احنا دحين ما نحتاج للدوائر الحادة. طبعا شايفين سهل عادي، حتى لو مسحتي العين سهل، العين سهل انك تعمليها كده، هتعملي هذا الحركة بعد كده هذه العين للكلب. تيجي عند الأذن الثانية تخليها ماشية سموت مع الوش. خذ استراحة مقاتل بسيطة. نبدأ بس نضلل، طبعا وانت بتضللي او انت بتضلل خلاص الاشياء الدلالات اللي كنا عاملينها عشان نقدر نرسم خلاص ما نحتاجها. خلاص الحين ممكن نخلي الرقبة تنزل كده سموث. خلاص تبدأ بقى تضلله. كل هذه الأشياء ما حد هنحتاجها. Thank you.
متخيل انتوا في البداية كيف كنتوا شايفين؟ كنتوا متخيلين يا الله ايش هذه الدوائر اللي جالسة تسوي لنا هي، صح؟ قولوا الصدق، يا ترى في النهاية حيطلع منظر أم الكلب ده ايه؟ الكلب كان عنده أدب، هنا نحاول ايش نتخلص من الزوايا الحادة. احنا عارفين ان دي ودانه، دي شدته من ودانه، أوضح لكم الصورة اللي هو إيه؟ واقف. طبعا لما أنا وقفته لاحظت حاجة، لاحظت إنه الرجل دي أطول من دي، ما في مشكلة. في النهاية أنت جالسة ترسم، تتعلمي عادي، مش مشكلة. عشان في النهاية لازم يعني مش معقولة حتكون رجلي أطول، رجلي أطول من رجلي يعني. نرجع نسوي رجلي نازلة كده، مو رياليستيك صح؟ زي ما ريتا بتقول دائما لا تنسوا التوجيه.
ان شاء الله تكون الرسمة نالت على اعجابكم. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. اعتقد كل واحد فيكم يقدر يرسم كلب دحين صح؟ شكرا، مع السلامة.